فجينا اهوت في الجزء الثالث السؤال الثالث بعد الليسننج طبعا بقول هنا this new house is it is good for the environment ecological يبقى <أي> اسمه ecological this house our new house is ecological عشان كده بسميه هو جود فور انفيرومنت مفيد وكويس للبيئه نمبر 2 ذا نوت ليفز اون ايس ايس يبقى ده اسمه البنجوين زير أشوبينج شوبينج سمول نير هنا مول نير يور هوم زير ا شوبينج اسمه أشوبينج شوبينج اسمه ا اسمه ا يبقى بسال بايز للمفرد هاو باوت اتفقنا هاو باوت او باوت اباوت اي نيجي بلاين أجي بعد كده بيقول لي الكسندريه is اسكندريه ديت is ان اكسايتنج بليس تو فيزيت بليس تو فيزيت مكان نزوره ذات بلانت النبات ده هاز flowers And lots of green, and lots of uh, green leaves. And leaves. Of green. Millions of people, ملايين of Visit Egypt every year. Visit Egypt. Visit مصر طبعا كل سنة سولت ووتر yeah. كان الميه الملحه دي كان كان اولسو كولد بنسميها سي ووتر نركز في القطعه <سي> والقطعه واحد من الموضوعات اللي السر عليها مهمه اه ده انا بتكلم عن الهاني نركز شويتين بقى وده اعتبره الباراجراف اللي بيتكلم عن الهاني اه <سي> بيقول لي هاني از نوت اونلي فود ما هوش اكل بس It's also used as treatment هو علاج أيضاً for some injuries لبعض الإصابات and the illnesses والأمراض In some countries في بعض الدول Honey has been used استخدمة by doctors بواسطة الأطباء for thousands of years لألاف السنين It واخد لي خط تحت It هو من It هنا يا حلوين Honey الهاني it was first used to treat wounds كان بيستخدم لعلاج الجروح by Egyptian doctors بواسطة الأطباء المصريين around 5000 years ago منذ ما يقرب من 5000 سنة recently معناها مؤخرا أو في الوقت الحديث scientists have tried to find out exactly why honey is so good العلماء عايزين يشوفوا ليه العسل ده جود مفيد طبعا لhealing ووندز لالتئام الجروح او علاج الجروح اند treating illnesses وعلاج الامراض. Scientists know that العلماء دلوقتي بيعرفوا ان سام تايبز اوف هاني بعض انواع العسل كونتين things تحتوي على اشياء ذات كان هيلب تو كيل بكتيريا بتساعد في قتل البكتيريا

بيقول اذا عند اللاين برونون ات قلت له هنا هاني. بتشير الى كلمه هاني اللي هو العسل هاني از يوزد از تريتمنت فور سام بيستخدم لصام ايه بيرتس ولا انيمالز ولا فودز ولا اندرز بيستخدم طبعا لعلاج الاندرز اللي هي الاصابات او الجروح وات دو ساينتس نو اباوت هاني هم العلماء بيعرفوا ايه عن الهاني وات دو ساينتس نو اباوت هاني know أه؟ that some types of honey contain things that can kill uh, that can help to kill bacteria. يبقى أقول له هو زي ما هو كاتبها لي بيقول لي no about honey أقول له scientist نو that some types of honey contain things that can kill bacteria. نقطة اللي بعد كده summarize لخص لي الفيرست باراجراف في سنتنس واحدة أهو عايز ده تلخيصه في جملة. هقدر اقول له هاني ازنت فود اتس ا تريتمنت واحد تاني هيقول لي هاني از فود اند تريتمنت حلو قوي هاني از فود اند تريتمنت الهاني ده فود وتريتمنت واحد تاني هيقول لي هاني از فيري امبورتنت مفيش مشكله دكتورز ذا هاني ماشي مفيش مشكله يبقى اي جمله من الباراجراف ده اللي بتقول لي ان الهاني ده هو كان بيستخدم كاكل وعلاج أروح بعد كده لجملة الترتيب الأولى بقول لهو له اباوت واتفقنا إنها هو اباوت بعد إن جي يبقى هو اباوت واتشينج أ موفي فين حتة أون تي في, في إمتى؟ تونايت يبقى هو اباوت واتشينج أ موفي أون تي في تونايت الجملة التانية ماي هقول له ماي براذر ماي براذر أخويا likes <تصفيق> <بيهب> <تصفيق> the new apartment اخويا عاجبه الشقه الجديده my brother likes the new apartment he اقول له طبعا هنا he hurt هو اتصاب في his back في ظهره he hurt his back he hurt his back which على طول هقول له هنا which ها They, which uh, day would you enjoy the most؟ Which day would you enjoy the most؟ Which day ايه هو اليوم؟ Would you enjoy انت بتستمتع بيه the most اكتر حاجة يصير اقول which most الاول the most عايزة بعدها صفة ما عنديش هنا صفات يبقى انا هقول هنا what Which day would you enjoy the most. بعد كده هقول له I cut my knee last week يبقى الاي كابيتال بداية الجملة وفي الاخر الفلوس طوب الحلوة بتاعتي هاجي هنا وتلاقيه بيقول لي a wonderful day اليوم ده حلو كده ليه a فول day يوم جميل يوم جميل يعني سيادتك اكتب لي عن رحلة عن زيارة انت عملتها لأي مكان وليكن أليكس يعني ده يعتبر أليكس تاني اه تمام يبقى هنا عايز نكتب ايميل عن ا فول داي يوم جميل انت قضيته وليكن زيارتي للازهر بارك زيارتي للبيراميدز زيارتي لالكس زيارتي للشاطئ اي مكان انت عايز تقوله المهم ان هو وندرفول داي ده بالنسبه للعشر نماذج الاولى يبقى سيادتك كده يعني في الامان لحد دلوقتي بقي لك كام نموذج امتحان اللي هم الخمسه الخاصين بكتاب المعاصر اللي موجودين قدامك دول ومهمين جدا مهمين جدا ربما اروح الامتحان الاقي نموذج منهم بالظبط هو اللي قدامي تمام دي حاجه بعد الخمس نماذج دول في عندي عشر نماذج تانيين اللي هو السير اعملهم لي في نهايه الشيت اللي هم دول برضه هتلاقيهم قريبين من العناصر او من الامتحانات اللي احنا لسه حلينها تمام نحلهم برضه عشان نبقى داخلين الامتحان واحنا مطمنين انا خلصت كده النهارده اللي عنده سؤال اتفضل 603 تبقى الاونلاين الساعه كام نعم يا جوده نعم يا جوده